نشرة الأخبار الرئيسة، تحية لكم والسلام عليكم. في البداية أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل ممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز. رئيس الجمهورية يجري مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق فيها إلى العديد من المسائل الداخلية والإقليمية في إطار لقاءاته الدورية المنتظمة مع الصحافة الوطنية. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني بمناسبة الذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب من قبل رئيسي الدولتين الشقيقتين تونس وموريتانيا. في حصيلة جديدة، تسجيل 535 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتمثل 307 للشفاء و10 وفيات جديدة. وفي النشرة، وقفة عرفان لإحدى أبطال الصف الأول الفقيدة الممرضة بمستشفى البويرة أنيسة عيساوي. وعبر الوطن، عمليات تعقيم واسعة للأحياء وحملات للتحسيس والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وممارسة الرياضة عامل رئيس للحفاظ على الصحة والمناعة، شريطة الالتزام الصارم بتدابير الوقاية. توزيع أزيد من 2600 وحدة سكنية بمختلف السياق بالقطب العمراني أحمد زبانة بوهران. ووتيرة متسارعة في أشغال إنجاز المساكن بالقطب الحضري الصفصاف وبوينان بالبليدة لتسليمهما قبل نهاية السنة.